ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على الانذارات الخاصة بشهر اكتوبر 2019 لاصحاب برج القوس. برج القوس عندكم بعض الانذارات المهمة قوي 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 اللي لازم نخلي بالنا منها عشان نقدر ان احنا نستفاد من الشهر ده. عندنا بعض الوقعات او التقلبات ممكن شوية، لكن عندنا شهر برضو هيكون ممتع جدا، في حاجات ايجابية وفي طاقة ايجابية، هنسمع اخبار حلوة، لكن في حاجات لازم نخلي بالنا كويس عشان نعرف ان احنا نكون ماشيين على الطريق الصح، او على ان احنا نعرف نستغل الفرص والفرص تيجي قدامنا ونعرف نشوفها. لان معظم اصحاب برج القوس من النوع اللي يبقى الخير قدامه والفرصة قدامه وما يشوفهاش، يمشي من جنبها كده، ده لما يبقى مشغول بحاجة يمشي من جنبها وما يشوفهاش، وبعد كده يقول يا دي كانت قدامي وانا ما خدتش بالي منها. عشان كده اول نصيحة عايزة اقولها لاصحاب برج القوس، التركيز، وان انا افكر بهدوء، ان انا حياتي كلها ما كنتش متسرع فيها، لازم ان انا اركز في حياتي العملية، واركز في العاطفية، اركز في حياتي عامة، انا محتاج التركيز. اصحاب برج القوس كمان الرجل اكتر من المرأة، يعني يمكن رجل القوس ومرأة القوس مش متشابهين شوية في نقطة التركيز او على الكلام، يعني يمكن رجل القوس متسرع في كلامه اكتر، متسرع في حكمه اكتر، مرأة القوس متسرعة بس مش للدرجة، يعني عندها وعي وعندها تفكير وعندها ان هي تعرف تتكلم بوعي، اما رجل القوس شوية متسرع، شوية من النوع اللي هو البرج الناري بقى، يعني اللي عنده شوية اسمها ايه، يعني عصبي في الطريقة وفي المعاملة، فدي بتسبب مشكلة كبيرة جدا جدا، هتواجه مشكلة لو انت استعملت الطريقة بتاعتك عن في العمل، في الوضع الاسري ما بينك وما بين الزوج او الاولاد، فبالتالي هيكون مشكلة عليك انت هيكون عائق نفسي عليك. فهنا لازم ان احنا نقلل من او العصبية بتاعتنا، او نكون هادين في التعامل، نكون بنفكر قبل ما نتكلم، نفكر قبل ما ناخد اي قرار، تفكير يكون صحيح، وكمان ان احنا نركز. دي اول نصيحة. النصيحة التانية اني انا استمع لكلام الناس اللي حواليا، اخد برأي الناس اللي حواليا، على الاقل اخد برأيهم في اني انا ادرس الرأي، ادرس النصيحة بتاعتهم، اني انا اشوف هل هي هتنفعني ولا مش هتنفعني، هل هيصلح ليا النصيحة دي ولا لا. لو انا سمعت كلامهم هنا انا هكون مستريح، انا هكون ناجح، او هتفرق معايا اصلا في حاجة ولا لا. خدوها حتى عن طريق ان انا ادرس الموضوع ده، هيفيدكم كتير قوي قوي ان انا اسمع كلام من اني ادرسه، اعرف النصيحة دي هتفيدني ولا ايه بالظبط. فان انا اسمع النصيحة اللي حواليا، اسمع او اخد برأي الناس اللي حواليا، يعني ما يكونش رأيي من دماغي بشكل كامل. تمام، ممكن يكون رأيكم صح جدا، وناس بتاخد رأيكم على حاجات كتير قوي لان انتم بتعرفوا تفكروا جدا، بس يا برج القوس ساعات بيجيلنا اوقات لازم ناخد برأي الناس كتير، يعني مش هنبقى رأينا صح 100% طول الوقت، اكيد برضو في عندنا بعض الحاجات اللي بتقع كده من دماغنا شوية، ممكن ما نعرفش نجيبها بالطريقة الصحيحة او نفكر فيها بالطريقة الصحيحة، فمحتاجين جدا جدا نسمع من الناس اللي بيحبونا، الناس اللي بيخافوا علينا. دي نصيحة برضو مهمة جدا. النصيحة اللي بعد كده، برج القوس في لو انتم مرتبطين بحد، متجوزين، الطرف التاني في حد من الطرف التاني عينه على حياتكم، بيقوم على حياتكم جدا، مش عايز الخير لحياتكم، علينا ان احنا لما يبقى في مشكلة ما نروحش نشتكيها للشخص ده، يعني لو الشخصية دي قريبة منكم نحاول ان احنا نبعدها عننا، نحاول ان احنا ما ندخلهاش في حياتنا، لان هم مش عايزين الخير ليكم، مش عايزين مثلا، يعني لو انت واحدة مش عايزين بقى ان هو يجيب لك ويعمل لك ويخليك كويسة والحاجات اللي زي كده، او لو انت واحد مش عايزين ان تبقى معاك واحدة جميلة، واحدة حلوة، واحدة اصيلة، الحاجات برضو اللي زي كده. فنخلي بالنا كويس جدا ان في حد من طرف برج القوس نفسه، او من طرف الناس اللي مرتبطين، اللي انتم مرتبطين بيهم، حد من اهلهم او كده، مش كويس ليكم، بيتمنى لكم مش الشر، يعني حاقد عليكم جدا، فبالتالي بيقوم عليكم بطريقة مش كويسة. كمان اصحاب برج القوس
عشان كده قلت على النصيحة ان انا ادرس النصيحة والناس اللي بيحبوني، يعني اللي انا عارف ان هم بيحبوني اخد نصيحتهم وكمان ادرسها، مش اخد بنصيحتهم واعملها. لازم ان انا ادرس النصيحة، لازم اشوف الكلام اللي هم بيقولوه صح ولا لا، لان في ناس كتيرة برضو هتبقى بتقول لنا بس مش من المقربين قوي، يعني هيبقوا عايزين يقولوا لنا حاجات عشان يخلونا لو خاصة بموضوع العاطفة، يعني لو النصيحة دي خاصة بحاجة عاطفية ما بيني وما بين الزوجة، ما بيني وما بين خطيبتي او خطيبي، ممكن يقولوا لنا حاجات تبوظ الدنيا خالص. فلازم ان احنا نكون عندنا وعي بالكلام، وعي بالناس اللي حواليا هم بيقولوا لي ايه، ولو كانت النصيحة في موضوع العاطفة يبقى انا لازم ادرسها كويس قوي قوي قوي. كمان بقى تحذير تاني من اصدقائكم اللي في العمل، اصدقائكم اللي في العمل ليكم ناس كتير قوي بيحبوكم يا اصحاب برج القوس، وناس كتير بيتمنوا ان هم يصاحبوكم، بس اللي بقى انت مش مستتقل دمهم، مش عارف ان انت تصاحبهم، ممكن تكون بتتكلم معاهم كلام اللي هو من باب كده وخلاص، كلام اللي هو سلام سلام. نخلي بالنا من الناس دي، ان منهم ممكن يكون ناس عايزين يصاحبوكوا قوي وعايزين يتقربوا منكم، انتوا مش مدين لهم الفرصه عشان انتوا مستتقلين دمهم، فبالتالي هم مش هيقعدوا ساكتين، هم يحقدوا عليكم ويحاولوا ان هم يوقعوكوا في مشاكل. لازم نكون صاحيين قوي قوي للناس اللي حوالينا في في منطقه العمل عامه يعني، فلازم نكون واخدين بالنا قوي قوي منهم. دي النصيحة. النصيحة برضو اللي بعد كده مهمة قوي بالنسبة للناس المرتبطين، خلي بالكم من الشريك، خلي بالكم من أعصاب الشريك. الشريك شوية عندهم إحساس بالذات من الأبراج المائية والأبراج الترابية، يمكن أكتر برج العذراء من الأبراج الترابية بشكل كبير، برج من الابراج الترابيه برضو برج الثور، من الابراج المائيه برج السرطان، برج العقرب، السرطان عامه يعني، قصدي الابراج المائيه عامه، واكثرهم طبعا برج السرطان. من الابراج الهوائيه برج الميزان، برج الدلو شويه برضو. فلازم ان احنا نكون عندنا اهتمام اكتر بالشريك. الشريك عنده احساس ان هو انت فاقد لي الاهتمام، هو حاسس ان هو مش حاسس ان انت مهتم بيه، مش حاسس ان انت بقيت تحبه، حاسس ان انت ممكن تكون في يوم من الايام هتغدر بيه، هتخون. فالشريك محتاج قوي قوي الاهتمام يا اصحاب برج القوس، محتاج الامان اكتر، محتاج يبقى عارف ان انت مهما تعلى مش هتعلى عليه، واضح قوي قوي ان قدامكم ان انتوا تدوا اهتمام، ان انتوا تكونوا بتدوا حب اكتر، بتدوا اسئله على الشريك اكتر، تهتموا بيه، تخرجوه، تفسحوه، الحاجات اللي زي كده. نصيحه كمان لاصحاب برج القوس، اني انا لازم اخلي بالي قوي من الناس اللي انا ممكن اخسرها والناس دي تكون مني او قريبين مني جدا. ما تحاولش ان انت تخلي الناس اللي حواليك ان انت تفقدهم بان العصبيه، بان انت ممكن تكون متنرفز من اسلوب معين هم عملوه، يعني هم ممكن يكونوا غلطانين في شيء في حقك، لكن ان انت بعصبيتك الزياده يا اصحاب برج القوس ممكن تخسرهم. علينا ان احنا يبقى عندنا نوعا ما من التفاهم، ان احنا نتفاهم مع الشخصية دي، نقول انت غلطان في كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا واحنا عايزين كذا، ما ينفعش كده، ما ينفعش اللي انت بتعمله ولا اللي انا بعمله، بطريقة هادية جدا، بطريقة بسيطة جدا، انا اقدر اتفاهم، اقدر اني انا احل الموضوع، احل الحوارات او احل اي حاجة، بحيث اني انا ادي مساحة ان انا يكون في صلح ما بيننا، يكون ما يحصلش خناق، ما يحصلش بعد، ما يحصلش فتور ما بيننا. فلازم يكون عندي نوعا ما من التفاهم وانا بتكلم بطريقة هادية مش بطريقة عصبية. برج القوس تعالوا ان احنا نخلي شهر اكتوبر ده نحاول ما نستخدمش عصبيتنا تماما طول فترة شهر اكتوبر. على فكرة لو احنا ضغطنا على نفسنا هيكون ضغط وكبير جدا، لو ضغطنا على نفسنا ان احنا ما نستعملش العصبية طول فترة شهر اكتوبر ده هيساعدنا كتير قوي قوي على ان احنا نقلل من عصبيتنا الفترة اللي بعد كده. ده هيكون حاجة احنا اكتسبناها او خلاص احنا اتعودنا عليها، اتعودنا ان احنا ما نكونش عصبيين. حاجة صعبة لاصحاب برج القوس ان هم يتعودوا حاجة زي كده، لكن لو احنا عملنا ده هنقدر عليه. فان احنا محتاجين قوي قوي نتعامل مع اشخاص قريبين مننا، سواء اخوات سواء اولاد سواء اب ام، ان احنا نتعامل بطريقه الهدوء والحب والتفاهم وتوضيح الكلام اكتر من اي شيء تاني.
والله دي اهم النصائح لاصحاب برج القوس. بس انا بقى يعني مش عارفة احطها في الفيديو ده ولا لا، اني انا عايزة اقول نصيحة للناس اللي بتتعامل مع اصحاب برج القوس، لان برج القوس حنين قوي وطيب جدا وجميل جدا، برج بجد رائع يعني اكثر من رائع. علينا ان احنا نتفاهم قوي ان دي طبيعة اصحاب برج القوس، ونتعامل معاهم ان هم فعلا بيبيهات، ان سواء رجل او امرأة، ان هم اطفال صغيرة. لو انا اتعاملت معاهم على الاساس ده واني انا اتكلمت معاهم بلغة الحب والحنية، هنكسبهم جدا ومش هيكونوا عصبيين، وهنبقى بالنسبة لهم اقرب الناس ليهم. فمحتاجين قوي قوي اي حد بيتعامل مع اصحاب برج القوس نكون بنتعامل معاهم بطريقة الحب والحنية، وان هم بيبيهات صغيرة مع عقل ناضج جدا على فكرة، يعني هم ناضجين جدا، لكن طريقتهم وحبهم للحياة وانطلاقهم والحاجات اللي زي كده هم حقيقي بيبيهات صغيرة. ده كانت اهم الانذارات عشان ما طولش عليكم، لان احنا كده طولنا جدا. طبعا بعتذر ان انا طولت عليكم، بشكركم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.